أني اسمي رازان، أني مديرة وكالة لوثيران للخدمات الاجتماعية في العاصمة. وكالات إعادة التوطين تقدر تساعد اللاجئين حاملي فيزا اللجوء الخاصة SIV والمهاجرين من كوبا وهايتي وطالبي اللجوء أيضاً، وكذلك لضحايا الاتجار بالبشر وضحايا التعذيب. في السنوات القليلة الماضية شاهدنا نسبة كبيرة من الناس اجوا من العراق، من أفغانستان. عندنا مراجعين تقريباً من كل مكان بالعالم، كل اللغات، كل الأديان. احنا نخدم كل مراجعينا بالتساوي، نقدم لهم نفس الخدمات، نفس الدعم، نفس المساعدة ونفس الإخلاص من الكادر. كادرنا حقيقة يمثل المراجعين اللي نشتغل وياهم، هم جايين من بعض هذه الدول نفسها، لكنهم أيضاً اجوي ويا تجاربهم بالهجرة واللجوء. تم تدريبهم لتقديم الخدمات لمساعدتكم وإرشادكم إذا ما واجهتم أي تحديات. أني اسمي بهار، أني من أفغانستان، كابول أفغانستان. أني متزوجة، عندي طفلين. إحنا وصلنا مطار نيويورك، كان هذا بالثاني عشر من آذار 2014. ما أقدر أنسى ذيك اللحظة. عندما وصلنا للمطار صديقتي كانت تنتظرنا هناك، هي وصلتنا لشقتنا. كل شيء كان مرتب، بالمطار يلتقون مع شخص من وكالتنا، ربما راح يشوفون الصديق أو الوجه المألوف اللي كانوا على تواصل معه، راح يتم نقلهم إلى البيت اللي راح يبقون به. بتلك الليلة راح يتم تزويدهم بوجبة طعام مناسبة، وأيضاً بعض المواد الغذائية تكفيهم خلال الأيام الأولى أو ربما للأسبوع الأول. كل بيت راح يعيش به المشمولين ببرنامجنا هو آمن وسهل الوصول إليه. إحنا نسوي لهم جولة بالبيت أول ما ينتقلون للبيت. أكو مواد أساسية للمطبخ، للحمامات، لغرفة القعدة، غرف النوم تكون جاهزة لهم. كل واحد لازم يكون عنده سرير، حاجيات المرافق الصحية، مستلزمات التنظيف، الطبخ، مواعين، خواشيق، ميز لغرفة القعدة، بعض الكراسي ويمكن قنفة. هي بس بعض الأشياء على مود ينمل البيت ويخليهم يشعرون كأنه بيتهم. إحنا نقترح عليهم يكتشفون منطقتهم السكنية ومجتمعهم. هذه الخطوة راح تساعدهم يتأقلمون ويا الثقافة الجديدة اللي انغمسوا بيها. إحنا حقيقة التقينا بأفغان زينين ورائعين وعائلات زينة هناك. أيضاً التقينا ببعض العائلات الأخرى من مصر، العراق وسوريا، وبعض الأصدقاء من المجتمع الإسباني والمجتمع الأمريكي. هم حقيقة زينين. أني سويت لي أصدقاء جيدين هنا. بالزيارة الأولى للبيت عادةً المسؤول المكلف بمتابعة ملفهم راح يلتقي بيهم ببيتهم، يراجع وياهم كل الخدمات اللي راح يحصلون عليها، يراجعون قائمة التجهيزات اللي وياهم، يعرفهم على وكالتنا ويعطيهم معلومات الاتصال ونظرة عامة عن شلون راح يكون أسبوعهم الأول، شنو هي مواعيدهم الأولى اللي لازم يروحوها. برنامج الاستقبال وتحديد الوضع فقط 90 يوم، 3 أشهر. استغلوا هذا الوقت، استغلوا هذه الموارد اللي موجودة شقد ما تقدرون. كل ما تقدرون تتواصلون أكثر ويا المسؤول عن قضيتكم راح يفتهمون احتياجاتكم أحسن ويوفروها لكم. المساعدات الحكومية هي مساعدات مؤقتة وتنتهي بوقت معين، هم يقدموها لكم من أجل مساعدتكم لتبدأوا حياتكم من جديد هنا، لكن عندما تكون قادر على الحصول على وظيفة وتحصل عليها هذه المساعدات راح تقل وأخيراً راح تنتهي. أول وظيفة هي الخطوة الأصعب والأهم على الطريق للاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي. أنا أعرف أنه من الصعب الحصول على وظيفة إذا كنت جديد بهذا البلد وما عندك خبرة. هذا الشيء حصل وياي ويا بعض العائلات الأخرى أيضاً، لكن مع ذلك ما فقدت الأمل.
رحت مرات هواية لأماكن قدمت لها، حاولت أروح وأسأل، لأن إذا أنت قدمت على شيء لازم تروح وتروح وتروح إلى أن تحصل على شيء. من الأفضل أن تقبل بأول وظيفة، وحتى إذا الدفع مو هالقد اجمعها ويا المساعدة اللي تحصل عليها ورح يتحسن وضعك شوية. أنا عندي صديقة دائماً أشجعها وأقول لها إذا أنت اشتغلتي رح تحصلين فلوس، رح تقدرين تساعدين زوجك وأطفالك. يمكن أنت تكون بحاجة إلى بعض التدريب، محتاج إلى شهادة أو رخصة حتى تحصل على الوظيفة. مع ذلك خبرة الشغل هي اللي أيضاً رح توصلك لهناك. هي هيج إيد بإيد، أنت ما تقدر تكون عندك إيد واحدة من دون الأخرى. من خلال تجربتنا كان أكو هناك شخص قادر على الشغلتين، أن يدرس اللغة الإنجليزية ويروح لشغله، راح يكون عنده أحسن الفرص وراح يوصل بسرعة. إذا أي واحد من الزوجين ما يحكي إنجليزي راح يكون الضغط أكبر على شخص واحد، لازم يشتغل ساعات أكثر على مود يصير عنده دخل كافي. تعلم الإنجليزية حقيقة مهم. أنا كنت محظوظة لأن من جيت لهنا كنت أعرف إنجليزي، ولهذا كنت أساعد أطفالي أترجم لهم الأشياء، أحياناً أترجم لبعض الأصدقاء والأفراد العائلة. لكن من أشوف نساء أخريات أو أطفال ما يعرفون إنجليزي أشجعهم، أقول لهم لازم تتعلمون إنجليزي، لا تستحون، لازم تحجون، لازم تتكلمون إنجليزي، لأن بخلاف ذلك ما حد راح يفتهم ما تقولونه. من المستبعد أن تكون أول وظيفة تحصلون عليها هنا هي نفس وظيفة قبل، لازم تشتغلون ويانا على مود تقدمون على كل الوظائف. عندما أجيت الأمريكا أبداً ما كنت أتوقع أني راح أشتغل بنفس الوظيفة. طريقة عملي بأفغانستان كانت تختلف عن هنا. أنا أتوقع أشتغل بوظيفة زينة بيوم من الأيام، لكن ما أتوقع هواية أنه راح أشتغل بوظيفة كبيرة مثل اللي كنت أشتغلها بأفغانستان. إحنا نعمل وياكم للتأكد من أنكم راح تكونون قادرين على أداء الوظيفة. الموضوع يتطلب بعض المرونة حتى تتفهموا أنه هذه الوظيفة هي فقط أول وظيفة، يمكن راح تتغير خلال أشهر أو حسب الظروف وربما تتحسن. الوظيفة الأولى راح تنطيك المهارات، تخليك تكتشف بيئة العمل الأمريكية، تحسن لغتك، تتعلم شلون تتواصل مع الأفراد الآخرين ومع الزبائن هنا. إحنا هسه سعداء هنا. أنا بدأت أشتغل بفندق كموظفة استقبال، وأنا أحب شغلي، هي وظيفة زينة. هواي ناس يعتقدون أنه راح يظلون للأبد بالوظيفة الأولى، هذا مو صحيح. الوظيفة الأولى هي على مود تتأقلم وتحصل على المهارات، على مود توصل للهدف اللي أنت تريده، تضعك على الطريق على مود تحصل الوظيفة اللي أنت تريدها. العملية هي عملية شراكة تتطلب تعاون. بالنهاية الحصول على وظيفة هي مسؤولية الشخص نفسه، إحنا راح نساعدهم على قد ما هم محتاجين. أسبوع العمل الأمريكي الاعتيادي هو 40 ساعة، أنت تشتغل 8 ساعات يومياً. أول وظيفة تحصل عليها هنا يمكن تكون نص دوام، وهذا راح يكون بين 15 إلى 25 ساعة، ويمكن بالنهاية هذه الساعات تزداد وتصير دوام كامل. أنا كنت أشتغل بس يومين بالأسبوع بسبب أطفالي، أيضاً كنت أشتغل بعطلة نهاية الأسبوع، زوجي كان يشتغل بأيام الأسبوع الأخرى، ولهذا تمكننا من العناية بأطفالنا وأيضاً إدارة الأعمال المنزلية والأمور الأخرى. أغلب العائلات الأمريكية بها اثنين يشتغلون، اعتماداً على احتياجات عائلتك يمكن تحتاج تشتغل أكثر من وظيفة وتجمع ساعات من وظيفتين مختلفة بس على مود تقدر تواكب المصاريف المختلفة اللي عندك. أكو هناك فائدة كلش كبيرة عندما المرأة هي أيضاً تشتغل. زوجي عنده أصدقاء هواية هنا، زوجاتهم يشتغلن وعدهن وظائف. بأفغانستان أغلب النساء ما يشتغلن. عندما يجون لهنا يشوفون إنه باقي النساء دا يشتغلن ويساعدن أزواجهن، مو بس أزواجهن، على الأقل يساعدن أطفالهن ويساعدن أنفسهن، راح يكونن قادرات يوفرن الأشياء اللي يردوها. هذا يساعد الرجال أيضاً يشوفون هذا الشيء ويقولون نعم زوجتي أيضاً تقدر تشتغل وتقدر تدرس وتتعلم، ليش لا؟
هي مو أقل ولا هي أحسن من باقي النساء هناك. عندما يشوفون النساء الأخريات يبدأون يفكرون، حتى النساء يحاولن يشجعن أزواجهن ويقولون لأزواجهن: ليش أني ما أقدر أسوي هذا؟ أني أريد أساعدك، أو أني أريد أساعد أطفالي، أو أني أريد أساعد نفسي. يمكن الزوجة راح تشتغل بالأول وهي راح تحتاج دعم من زوجها حتى يساعدها برعاية الأطفال عندما هي تكون بالشغل. لما أجيت هنا كنت دائماً أفكر بمستقبل أطفالي، مستقبلي، لأن ما زال عندي أشياء لازم أسويها. أريد أدرس، أريد يكون عندي وظيفة زينة، أريد يكون عندي وضع زين بالمجتمع، ما أريد بس أقعد بالبيت وأسوي الأعمال المنزلية، كل واحد يقدر يسويها. أريد أكون شخص مختلف، لازم كل واحد يفكر بهذا الشيء. هذا يغني الأسرة كلها، هذا يخليها تتفاعل مع محيطها، تتمرن على لغتها، تصبح مستقلة، بحيث بالأسرة الزوج والزوجة كل واحد بيهم راح يكون قادر على أن يصرف على العائلة. ولهذا أعتقد أنه من مصلحة العائلة كلها دعم المرأة حتى تتمكن من الخروج والعمل. حقيقة هنا صعبة أن يعمل شخص واحد، زوجي كان يشتغل وحده وكانت صعبة بالنسبة له أن يدير كل شيء. الشغل راح يسمح بالتوفير، يمكن تريد تشتغل شراء سيارة، شراء بيت خلال سنوات، إذا أكو اثنين يجيبون دخل للعائلة هذا راح يخفف الضغط على شخص واحد. بالبلدان الأخرى أنت ما تدفع هواية للإيجار، للكهرباء والأشياء الأخرى. هنا هذا يختلف شوية، الزوجة والزوج لازم يكونون معاً بالحياة لأنهم سوية يعيشون لبعضهم والأطفالهم. بالتأكيد كلش ضروري أن تعتني بنفسك، احكي مع المسؤول عن ملفك حول مشاعرك، أي قلق يراودك أو تغييرات حصلت بسلوكك والإجهاد، الضغط الزايد اللي يجي بسبب قدومك إلى مكان جديد. من الأسهل أن تطلع لبعض المناسبات أو تروح للمكتبة أو المركز المجتمع المحلي وتلتقي بالناس، سوي أشياء مو بس ببيتك وبس ويا وكالتنا، من الضروري أن تكون فاعل بمجتمعك. بالمجتمع اللي إحنا عايشين بيه بمنطقتنا أغلب النساء كانت تطلع برا بأوقات المساء، كانوا يأخذون أطفالهن للملعب وكنا نلتقي هناك، كنا نسولف، خاصة لما تشوف وحدة تحكي بلغتك راح تنجذب وتروح يمها أكيد. أنتي أفغانية؟ شو وقت جيتوا؟ شلون جيتوا؟ والحوار يبدي منا. بعض الناس تحكي عن شلون حصلت على إجازة السياقة، لأن هي حقيقة مهمة هنا. الزوج ما يقدر يوصل لكل شيء ولكل مكان، لازم هم أيضا يشتغلون مثل القيام، توصيل الأطفال وهيك شغلات. أشكر الله هسه أني أسوق وأقدر أهتم بكل هاي الشغلات، ولهذا أني ما أحتاج زوجي يكون وياي وأني أروح وأشتري الأغراض. كلش مهم أن توازن وتبقى صادق ويا نفسك ومرتبط بثقافتك، أن تكون منفتح على البيئة اللي أنت عايش بيها، راح يخليك تحصل الأفضل من العالمين اللي إجيت منه واللي هسه أنت عايش بيه. راح تكون قادر على الاحتفاظ بالأشياء اللي عندك من بلدك، لكن أخلق حياة جديدة لنفسك. المجيء إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعيشة بأفغانستان طريقتين مختلفة في الحياة، ثقافتين مختلفة. راح يكون عليك أن تكون مستعد لتجارب مختلفة. كل واحد يواجه مشاكل، كل واحد عنده تجارب مختلفة، لازم تواجه كل شيء يجي قدام. عليك أن تبقى إيجابي ومرن، راح تكون هناك عقبات غير متوقعة راح تصادفها، كن مستعد للنظر للجوانب الإيجابية للأشياء. أن تبقى مركز على أهدافك راح يساعدك على علاج الإجهاد والتوتر وتتغلب على العقبات أو التحديات اللي يمكن أن تواجهها. خلي تكون عندك رؤية واضحة لما تريده وتشبث به ولا تستسلم. هي فرصة جيدة هنا، إذا تشتغل وتدفع ضرائبك وتكون بخير تقدر تسوي أي شيء تريده لعائلتك. أريد أطفالي يكونون مختلفين، مو بس يصيرون معلمين. بنتي تقدر تصير طبيبة، مزارعة، تقدر تروح للفضاء